بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الحمد بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، ونقضي معكم هذه الليلة الإيمانية المباركة في اليوم الثاني من فعاليات الأسبوع الثقافي، والذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور نخبة من الأئمة والعلماء وكوكبة من القراء والمجتهدين. سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار، وما تواري سماء سماء ولا أرض أرضا، ويعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصرنا بخير توفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصرنا بشر فاجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. أيها الإخوة الأحباب، نستهل هذه الندوة أولا بخير الكلم بالقرآن الكريم مع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى
منكم من أحد أبدا. ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأت لأولو الفضل منكم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم Oh.
ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا مسكونة فيها متاع
والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله العظيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هكذا أيها الإخوة الأحباب، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الكريم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الحمد بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وبحضور قيادات مديرية أوقاف الجيزة يتقدمهم الشيخ محمد حسين قاسم مدير شؤون الإدارات، والدكتور أحمد أبو طالب مسؤول الثقافة والإرشاد. أيها الإخوة الأحباب، من الآداب الرفيعة والأخلاق الراقية التي سبق بها الإسلام كل المدنيات وكل الحضارات القديمة والحديثة، أدب الاستئذان. ذلكم الأدب الذي يعد سياجا من الأخلاق يحقق الأمن والأمان، كما أنه يحفظ العورات من أن تنكشف ويحفظ الأعراض من أن تنتهك. عن أدب الاستئذان نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. في بداية كلمتي أحب أولا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى إخواني وأحبائي في وزارة الأوقاف الذين شرفوني بأن أكون اليوم مع أحبابي وأصدقائي رواد مسجد الحمد، وخصوصا وأنا أقيم بحدائق الأهرام، فكان هذا شيئا طيبا جلب السعادة إلى نفسي. أيضا من عوامل سعادتي أننا اليوم نحيي تقليدا جميلا كان بالأمس البعيد من تقاليد المسجد، الندوة أو المجلس القرآني أو مجالس القرآن، حيث نشأت في بلدتي كانت هذه المجالس من عادة الناس في الماضي البعيد، وحان الوقت لأن نستعيد هذه المجالس لنتعلم من القرآن ولنتأدب بأدب القرآن ولنحظى ببركة القرآن الكريم. فكما ورد في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فما الذي يمنعنا اليوم من أن نقيم هذه المجالس ولو مرة في الأسبوع
أو مرة كل شهر، ويكون هذا مجلسا تقليديا تتربى فيه الأجيال على أدب الاستماع وأدب العلم وأدب السلوك الراقي الذي جاءنا به القرآن الكريم. فطوبى لنا جميعا أننا اليوم أو هذه الليلة شاء القدر أن يجمعنا في هذه المجلس، في هذا المجلس الكريم، حول أدب من أعظم آداب الإسلام، وأقول من أعظم، وأنا أعني ما أقول، لأنه لو عرفنا كيف كان الناس قبل الإسلام يتزاورون لحمدنا الله وشكرناه على هذا الفضل العظيم. كان الزائر إلى البيت يدخل وسط البيت ويقول دخلت يا أصحاب البيت، يعلن عن نفسه بعد أن يكون قد اقتحم البيت ورأى وسمع ما لا يحق له أن يراه وأن يسمعه. وذلك كله باب من أبواب الشر، وباب من أبواب الفتنة، وباب من أبواب الفساد. انظروا كيف أغلق القرآن هذه الأبواب. منذ متى؟ ليس من 100 سنة ولا من 1000 سنة، من 15 قرنا من الزمان، 1500 عام. لسه البشرية بتعرف من 100 سنة، لا أقل من ذلك، عقوبة من يقتحم خصوصيات الآخرين. وضعت عقوبة لمن يتعدى على حرمات الآخرين، حرماتهم وأموالهم وأعراضهم، وتكشف ويكشف أسرارهم. لكن القرآن عالج المسألة علاجا آخر، جعله أدبا وليس قانونا، جعله حقا وليس منحة، حق المحافظة على الحياة الخاصة. مش من حق أحد أن يعرف أسراري ولا أسرار بيتي ولا كل خصوصيات حياتي، وإذا حاول ذلك القانون طبعا يتصدى له، لكن الدين تصدى للأمر من بدري، من قديم، لأنه يعلم دواخل النفوس، ويعلم ضعف الإنسان، ويعلم أسباب الفتنة والفساد، فيسد الطريق عليها. وهذا هو ما نفتقده اليوم. ولذلك أنا أقول إنه القرآن ليس كتاب دين فقط، إنما هو كتاب حضارة علمت البشرية. وبالمناسبة أهل الغربيون أخذوا تعاليم الإسلام، لكنهم لم ينسبوها إلى الإسلام، وإنما نسبوها إلى العقل الإنساني وإلى الخبرة الإنسانية. ربما نعذرهم في ذلك، لكنهم أخذوا هذه التعاليم لأنهم أدركوا أن هذه هي الحياة الكريمة التي تليق بالإنسان وتليق بالإنسانية، ووضعوا لها أسماء جديدة كالإتيكيت مثلا. تعرف يعني إيه الإتيكيت؟ إحنا ما نعرفش يعني كلمة إتيكيت إيه، ولا نحتاج إلى الإتيكيت، لأنه أصل الأدب وأصل الحضارة عندنا نحن الذين علمنا البشرية كيف يدخل الإنسان بيوت الآخرين. هذا كتاب حضارة يصنع إنسانا متميزا في كل أفعاله وتصرفاته. القرآن الكريم لما جاء لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأرشد الإنسان إلى السلوك القويم من المهد إلى اللحد. يعني القرآن معنا من المهد إلى اللحد، ويحدد للإنسان ما السلوك المناسب الذي يرضاه الله. وربنا إذا رضي عن سلوك يبقى هو السلوك المثالي،
اللي ربنا يحب ان البشر يفعلونه ويلتزمون به. شوفوا تعالوا، الاسلام بيمد ايديه الينا نحن، مش احنا اللي مدينا ايدينا الى الاسلام، الاسلام هو الذي يمد يده الينا ويذهب معنا ليرشدنا، يذهب معنا الى السوق، الى السوق يذهب معنا الى المصنع، يذهب معنا الى الارض، يذهب معنا الى المدرسة، يذهب معنا الى الجامعة، يذهب معنا الى المستشفى. كل هذه الاماكن فيها تعاليم وفيها اداب وفيها قواعد الحياة السليمة اللي تعود على الانسان بالخير والمنفعة. هذا هو القرآن الذي لا أقول افتقدناه، ولكن أقول بكل أسى هجرناه فيما مضى، وحان الوقت لكي نتصالح مع القرآن. وأرجو أن تكون هذه الندوة للجميع ولي أنا شخصيا بداية طريق وليس نهاية طريق للتصالح مع القرآن واستدعاء القرآن والتخلق بأخلاق القرآن. وربنا لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى إيه خلق إيه عظيم، ما هي دي أخلاق القرآن. إحنا عندنا ما شاء الله يعني في ثروتنا عظيمة جدا، من ناحية النظرية القرآن معانا، ومن ناحية التطبيقية رسول الله معنا صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي يمثل الإنسان الكامل والمثل الذي تحتاج إليه البشرية في كل عصر. القرآن كما قلنا قريب منا ويرجو مصلحتنا، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا الإسلام يهدف إلى من مسألة آداب السلوك إلى حفظ حقوق الآخرين. يعني مش بيحفظ حقي أنا، حقي وحقوق الناس. كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه يقول لما الإسلام بيقول لي لا تعتدي على مال غيرك، بيقول للمجتمع كله، وبيقول لي أنا أيضا لا تعتدي على مال غيرك. يعني مش خطاب فردي، ده خطاب اجتماعي يوجه للجميع، مش واحد بس هو اللي هيسمع هذا الخطاب، إنما كل مستمع للقرآن الكريم يتوجه إليه الخطاب بالامتناع عن الاعتداء على مال الآخرين بأي صورة من صور الاعتداء. طبعا أنا لازم أدخل بهذه المقدمة عشان أقول تعالوا في الدقائق القليلة القادمة، وأنا حريص ألا أطيل عليكم، لأنه خير الكلام ما قل ودل. فأشوف أدب القرآن كمان في الكلام، يعني في أدب الاستئذان. ورد في أي سورة من سور القرآن؟ سورة النور. سورة النور سورة فريدة من نوعها، ملهاش مثيل في القرآن. وعلى فكرة إحنا في دار العلوم من أكثر من 30 سنة ندرس للطالب في الفرقة الأولى سورة النور، يتعلم أحكامها ومعانيها، لأنها أهم سورة تخاطب جيل الشباب الذي يلتحق بالجامعة ويتعلم كل الآداب والسلوكيات التي يمارسها في البيت وخارج البيت. من الآداب التي تشير إليها السورة أدب الاستئذان وأدب الضيافة. أدب الضيافة، كيف تستضيف الآخرين، حق الضيف وحق المضيف كلها حقوق انتهكت عندنا في غفلة من الزمان. وكما قلت آن الأوان لأن نعود إلى آداب القرآن التي نتحلى بها ويعلم بها المسلم قبل صورته وقبل شكله وقبل أي مظهر آخر من المظاهر التي يعرفها الناس. أنا أعرف المسلم بأدبه وفضله ونبله وسلوكه المتميز، لأنه مستمد من مصدر الوحي. سورة النور
وبعدين اخر بقى ادب، ادب التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. توثيق العلاقة مع النبي، مش على انه نبي ورسول، لا، ليس هذا فقط، انما على انه قائد للأمة الإسلامية حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذه القيادة مطلوبة، وهو حاضر فيها، وهو حاضر فيها، وإن غاب بجسده فتعاليمه حاضرة، تعاليمه أفادت البشرية كلها. ولكن نحن قصرنا في أداء واجب الجندية مع القائد العظيم صلى الله عليه وسلم. وليس هذا موضع الحديث في هذا الأمر، لأن الوقت لا يتسع لهذا. نيجي بقى لأدب الاستئذان. إيه، كيف عبر القرآن في عبارة سريعة يعني؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. كان المتوقع يقول حتى تستأذنوا، إلا أنه عدل عن كلمة الاستئذان إلى كلمة أخرى، حتى تستأنسوا. هذا رقي في التعامل، مطلوب قبل ما زور حد أستأنس. طيب كيف أستأنس؟ هنعرف بالتطبيق العملي من السنة النبوية كيف يتم الاستئناس. طب علمه لإيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتوا عارفين قيس ابن سعد بن عبادة يقول زارنا رسول الله فقال، وقف على باب البيت، السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد بن عبادة ردا خفيضا، يعني قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن من الذي لم يسمع الرد؟ رسول الله. فأعاد الرسول الاستئذان مرة ثانية، السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيضا. طيب فقيس بيقول له يعني لماذا لم تسمع ردك لرسول الله؟ قال له دعه يكثر علينا من السلام صلى الله عليه وسلم. شايف وجهة نظر سعد بن عبادة في هذا الأمر؟ دعه يكثر علينا من السلام، فسلامه علينا رحمة من الله لنا. ثم النبي يعيدها للمرة الثالثة، السلام عليكم ورحمة الله، فلم يسمع ردا من سعد فانصرف. يا نهار أبيض، مين في قائد عظيم بهذه الدرجة ينصرف من أمام بيت أحد أصحابه لأنه لم يجد ردا، لم يجد الرد الذي كان ينتظره. فعرف سعد أنه انصرف، فذهب إليه وقال يا رسول الله كنا نكثر من السلام عليك. فلما انصرفت لم يكن هذا يعني مقصدا لي، إنما أرجو يعني أن تسامحني في هذا، لأنه كانت رغبتي. طبعا النبي فهم موقفه ودخل معه إلى البيت صلى الله عليه وسلم. دي يعني تعاليم دينية، ده رقي بالأخلاق ورقي بالآداب ورقي بالسلوك حتى تستأنسوا. يعني ما يجيش الزائر على باب البيت ويخبط، ده استئذان. القرآن عايز حاجة أعلى من هذا الاستئذان، وهو الاستئناس، إنك تشعر إنك رايح البيت واللي في البيت هيستقبلوك وعندهم استعداد. أنا مش مهيأ لأي لحظة زائر يطرق الباب فيقتحم حياتي دون أن يعطيني فرصة لترتيب الأمر، ترتيب البيت، ترتيب النفس، ترتيب العقل. طيب وإحنا النهاردة الحمد لله بقى معانا أدوات تسهل علينا الاستئناس. يا أخي تليفون، هل ممكن أزوركم الآن؟ هذا استئناس، هذه أدب رقية لكي تجعل الزيارة مستحبة ومقبولة ومرحب بها، ويبقى أنت مرحب بيك، وتفعل كل هذا ابتغاء مرضات الله وليس تقليدا اجتماعيا،
ولا إحياء العرف عرفه الناس، إنما هو العرف الذي أعني هنا العرف الرباني. إحنا تعرفناه بأصبح عرف متبع بنلتزم به في كل أحوالنا. عيب إن أنا أزور حد بدون ما أخد معاه موعد واستأنس إن هو هيبقى سعيد، هو وبيته يبقوا سعداء بزيارتي لهم. هذه مسائل بسيطة نعم، لكنها تؤثر على الأخلاق العامة وتؤثر على العلاقات بين الناس. هو الغرض من الاستئذان إيه؟ ألا تسمع الأذن ما لا يحق لها، وألا ترى العين ما لا يحق لها، وأن نسد أبواب الفتن على الآخرين. طبعا احنا في زمن كله فتن، واستأذنت ولم تستأذن، يعني لا أريد أن أتوسع لأنكم تعلمون المشكلة التي نعاني منها الآن، لكن القرآن يأخذ بأيدينا إلى الحل المناسب وإلى العلاج المناسب الذي يعمل على الوقاية قبل أن ينتشر الفيروس وأن يحدث المرض وأن يحدث الخلل. يعني والوقاية كما اتعلمنا جميعا خير من الإيه؟ خير من العلاج. طبعا مش بس هذه الآداب ده بيعلمنا، أنا فقط أشير إليها إشارة مجملة تاركا الحديث لفضيلة الشيخ دكتور محمد حسين باسم عبد الخالق عطية، أهلا وسهلا، ليستكمل طبعا ما عرضته عرضا إجماليا، لأننا نريد في هذه الجلسة أن نتكامل وأن نخرج بأدب من أهم آداب الإسلام نعلمه لأولادنا ونعلمه لأنفسنا ونعلمه لغيرنا. في موضعين في سورة النور، موضع الأول اللي احنا استمعنا إليه من القارئ الكريم الذي كان يقرأ علينا، الموضع الثاني يا أيها الذين أمنوا، في الموضعين يا أيها الذين أمنوا، الموضع الثاني ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم كم مرة؟ ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر بالمرة الأولى، وحين تضعون ثيابكم، ومن بعد صلاة ثلاث عورات لكم. يا سلام، عورات بالمفهوم الديني، لا يحق لأحد أن يقتحم على الإنسان في هذه، هذا ممنوع، يعني يجب الاستئذان في هذه الأوقات. طب ليه؟ لأنه الخدم والأطفال طوافون عليكم بعضكم على بعض، فإحنا بحاجة إلى أن نتعلم هذا الأدب وأن نعلمه لأولادنا وأن نتمسك به. هذا من التمسك المطلوب بالإسلام، واللي هيبني الفرد المسلم، اللي هيبقى جزء من المجتمع المسلم، اللي يعيد الأمة الإسلامية إلى مكانتها وإلى مجدها وإلى خيريتها. ألم يقل رب العالمين كنتم خير أمة؟ كيف تعود خير أمة إلى أعظم كتابها؟ هذه الجلسة شكر الله لمن كان السبب في أن نلتقي الليلة لنتعهد ونتعاهد هذا الأدب بالرعاية والاحترام والحرص الشديد على أن نعلمه لأنفسنا ولغيرنا، فذلك باب للدخول في رحمة الله سبحانه وتعالى. وما أحوجنا في هذه الأيام الصعبة إلى أن ندخل إلى أي باب نتعرض فيه لرحمات من الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الأخلاق خط المجد وابنوا، فليس بغيرها للمجد ركن. قالوا فلان في الورى لك شاتم، وأنت له دون الخلائق تمدح. فقلت ذروه ما به وطباعه، فكل إناء بالذي فيه ينضح. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة
من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي الأستاذ بكلية دار العلوم وأستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الحمد بحدائق الأهرام، وذلك بحضور الشيخ محسن السيد مسؤول شؤون القرآن والشيخ خالد راضي مسؤول شؤون المساجد. وحقا إخوة الإيمان تعلمنا من هذه الكلمة أن بيوتنا إنما جعلها الله سكنا لنا ومأوى تقر فيها نفوسنا ونأمن فيها على عوراتنا وأعراضنا، ولا يحق لأي أحد أن ينتهك حرماتها. ولذا كان أدب الإسلام أو أدب الاستئذان أن يكون المزور على علم بالزائر، أن يكون الإنسان الذي أزوره على علم بالموعد الذي يزوره أخوه في الإسلام. هذا يحقق الخصوصية لكل إنسان مسلم، لأن لكل إنسان أسرار يحب ألا تنكشف للآخرين ولا يعرفها الآخرون. كذلك إخوة الإيمان، حين ذكر القرآن الكريم الاستئناس إنما ذكر النتيجة التي تترتب عليها أو تترتب على الاستئذان، لأن الاستئذان يحقق الأنس لك ويحقق الأنس للمزور، فيشعر الناس بأنك تأتي إليهم من أجل الأمن والأمان والسلم والسلام، بما أشعرتهم به من تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن في دنيا الناس قد ينادي البعض منا على أخيه: يا محمد، ثلاث مرات، فلا يرد، وبالتالي ينبغي عليه أن ينصرف، لكنه يكثر من النداء 3 مرات وأربعة وخمسة، وهذا ليس من أدب الإسلام، لأن الاستئذان يكون 3 مرات ثم الانصراف، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما استمعنا من أستاذنا فضيلة الدكتور محمد قاسم المنسي. كذلك تعلمنا أن الأوقات التي يجب ألا يزور الإنسان فيها أخاه 3 أوقات: قبل الفجر وبعد العشاء وعند القيلولة. هذه بعض الآداب والخصوصية والأمن والأمان الذي يحققه أدب الاستئذان. نستمع الآن إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل مديرية أوقاف الجيزة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، أيها الأحباب، من بركات هذه المجالس أننا لا نتكلم بقدر ما نتعلم، أننا لا نتكلم بقدر ما نتعلم. فجلوسنا بجوار أساتذتنا ومشايخنا أمر فيه بركة وفيه نفحات وفيه تعلم، وبالتأكيد لا بد وأن نسند الفضل لأهله وأن نتقدم بخالص الشكر لمعالي الوزير الذي جاء بأساتذتنا من ساحات الجامعات ومن غرف الدرس إلى روضات الجنات في بيوت الله ليلتقوا بجمهور المساجد، وليكون هناك صلة مباشرة بين العلماء وبين السادة المستمعين والحضور، ولتتكاثر البركات والنفحات
خاصة مع تكرار هذه المجالس التي أصبحت تتكرر بشكل يعني شبه يومي في الأوقاف وفي جميع مساجد الجمهورية، وعندنا بالذات في مديرية أوقاف الجيزة لا يمر علينا يوم إلا ونحن في نشاط دعوي تثقيفي توعوي في مسجد من هذه المساجد. وموضوع اليوم عن آداب الاستئذان، ولعلك تعرف قيمة وخطورة وعظمة هذا الأدب عندما تعرف أو عندما تعلم أو عندما يخطر في بالك أن هذا الأدب دلنا عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل أن تفرض عليه الصلاة. فتخيل أدبا يسبق فريضة الصلاة، كيف يكون؟ منذ أيام احتفلنا برحلة الإسراء والمعراج، وفي هذه الرحلة الطيبة المباركة وفيما رواه الإمام البخاري في صحيحه يقول سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثم صعد بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، حتى أتى السماء الدنيا. فماذا فعل سيدنا جبريل؟ قال: فاستفتح. استفتح يعني إيه؟ يعني استأذن. استأذن يعني إيه؟ يعني استأنس، يعني طلب الإذن وطلب الأنس. فاستفتح جبريل فقالوا: من؟ قال جبريل، وهذا من إحدى أو أحد طرق الاستئذان، إذا قيل من فلا تقل أنا، هو نص حديث لسيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما تقول اسمك: أنا فلان. فإن لم يكفي الاسم في التعريف بك فقل: أنا فلان أبو فلان أو ابن فلان أو الذي أعمل في كذا، أو أذكر شيئا يؤنس المستقبل، يؤنس صاحب الدار. قيل: من؟ قال جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. حضرتك صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حضرتك معزوم عند حد أو مدعو على بيت أحد أصدقائك، فلما تذهب إلى البيت تذهب بمفردك لأنك أنت مدعو بمفردك، لكن عشان تأخذ صاحبك فلان وابن عمك فلان وابن خالتك فلان والعيلة وعيلة العيلة ورايح البيت، كل دول مش مدعوين، فأنت ما استأذنتش علشان تأتي بهؤلاء. فهذا يصادم أدب الاستئذان. لما دعي سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند بعض أصحابه، تبعه واحد من الأعراب ولم يكن مدعوا معهم، فلما أقبل سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واستأذن على صاحب الدار، قال: أنا فلان ومعي فلان وفلان وفلان، هذا تبعنا ولم ندعه، فإن شئت أن تأذن له فأذن، وإن شئت أن ترده فرده، الأمر لك. قال: بل نأذن له يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا أدب ثان من آداب الاستئذان. إذن قبل الصلاة كان فرض أدب الاستئذان على الأمة وفي رحلة الإسراء والمعراج. هذا ملمح أردت أن أبدأ به الحديث عن آداب الاستئذان. ملمح آخر: سيدنا المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه يحكي فيما رواه أصحاب السنن أنه قال: أتيت أنا وصاحبان لي وقد تقطعت أسماعنا وأبصارنا من شدة الجهد، يعني من الجوع ومن العطش ومن القلة ومن الفاقة وشبه، فقلت: نعرض أنفسنا على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قبلنا أحد،
فيش حد معاه انه يستضيف هؤلاء. قال فذهبنا الى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فذهب بنا الى بيوت بعض اصحاب بعض اهلي، فذهب بنا الى بيوت بعض اهلي، ورأينا ثلاثة اعنز، فقال هذه الثلاثة اعنز فلتحتلبوها ولنشرب منها سويا، كل واحد هيشرب القسم بتاعه يعني من اللبن. قال فكان يأتي الليل فنحتلب الأعنز فنشرب أنا وصاحبي ثم نترك نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي. فإذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، وهذا بيت القصيد وبيت الشاهد في هذه القصة، قال فإذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا كان يسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. تاني، ما تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يسلم سلاما بيستأذن ويدخل وهو في بيت أهله، لكن هؤلاء أصحاب، فيسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع ايه اليقظان. اللي صاحي هيسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسلم، واللي نايم مش هيحصل له ازعاج من الصوت العالي، وده ادب من اداب الاستئذان. لما تيجي تطرق البيت، لما تحط اصبعك على الجرس تشيله بسرعه عشان ما تعملش ازعاج لاهل البيت، لكن تحط اصبعك على الجرس وتقعد سي اصبعك على الجرس حد لما العمارة كلها تسمع واللي نايم يصحى واللي صحي ينزعج وكل واحد يجري حتى من غير اللي الى هذا الحد. ليس هذا من آداب الاستئذان ولا من آداب الاسلام. يبقى سيدنا صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي نستأذن وبأنهي صوت ولأي درجة. قال لك يسمع اليقظان ولا يقظ ايه النائم. لكن انا اقف على نصية الشارع ونادي على صاحبي في البيت اللي هو بعد البيت الفلان او عند البقال، واقعد مثلا ربع ساعة عمال نادي يا فلان يا فلان يا فلان، سواء نرد ولا ما ردش ازعج الشارع كله واسمي انا بستأذن، هذا ليس من آداب الاستئذان. لما تقف بعربية حضرتك تحت شقة أو تحت بيتك حتى يعني، وعمال بتستعجل المدام أو تستعجل الأولاد، صباعك على الكلاكس بتاع العربية، طيب ما في ناس قاعدة في البيت يعني ما ينفعش، هذا ليس من آداب الاستئذان. سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يقظ إيه النائم. من آداب الاستئذان أنه بعد أن يطرق أو أن ينادي بهذا الأدب الرفيع كان لا يقف في مواجهة الباب مباشرة، حيث لما يفتح الباب يبقى هو يعينه جايب لحد آخر البيت من جوه، شايف العيال وشايف المدام وشايف فلان وشايف البيت وشايف المطبخ وشايف الحمام وشايف الصلاة وده الستائر ونظام، يفتش بعينيه بدون استئذان، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا أنه كان إذا استأذن كان يقف يمنة أو يسرة من الباب حتى لا يكشف عورة أهله ويرى ما لا يحق له أن يرى. من آداب الاستئذان أن يستأذن الإنسان ثلاثا وإلا فليرجع. بعض العلماء الكرام قال طلبت هذه الآية عمري كله وما حصلت عليها. الآية وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قاعد يستأذن طول حياته عشان حد يتكرم عليه ويقول له احنا مش عايزين النهاردة، لا ارجع مش فاضيين، لا ارجع تعالى وقت تاني، ما قدرش ما وصل لهاش. قال فلم أفز به.
آداب الاستئذان كثيرة ومتكاثرة، ولا يقتصر الاستئذان على الحضور الواقعي، وإنما أيضا هناك استئذان في العالم الافتراضي، في وسائل الاتصالات الحديثة. حضرتك بتطلب صاحبك أو بتطلب حد بالتليفون، ما ينفعش تطلبه في أوقات منهي عن الزيارة فيها. ما ينفعش أجي الساعة 12 بالليل واحدة بالليل ورن على حد. ليه على طول؟ أول ما تمسك حضرتك التليفون تقول أكيد في مصيبة حصلت وتنزعج، والمدام تصحى والعيال تصحى، في إيه يا بابا؟ شوف أنت عملت إيه؟ ما تحلتش بأدب استئذان. في أوقات للزيارة، في أوقات للتليفون، في أوقات لابد إن احنا نخلي بالنا منها. هذه كلها آداب، وآداب الاستئذان متكاثرة وكثيرة، وعلينا أن نتحلى بها، لأن الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا الأدب قبل أن يعلمنا الصلاة، علمنا الأدب قبل أن يعلمنا الصلاة، لأن المصلي لا يمكن أن تقبل له صلاة وهو منعدم الذوق أو منعدم الأدب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجلسة الطيبة المباركة في ميزان حسناتنا. اللهم يا رب العالمين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تحرمنا من بركات هذه المجالس الطيبات. هذه مجالس السعادة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم يا رب العالمين، تنزل علينا برحماتك ونفحاتك وبركاتك. اللهم يا ربنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرار خلقك سلمنا. وصلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في رحله، أي في بيته. هكذا أيها الإخوة الأحباب، استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل مديرية أوقاف الجيزة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نستمع الآن إلى هذه الأدعية والافتهالات مع المفتهل الشيخ كمال أبو عرب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب. يا رب صل على النبي محمد، مقبولة تهدى له يرضاها يا رب. احفظ مصرنا واحفظ أمنها وجيشها وشعبها يا نور
وتعطرت بالنور كل سماء. جبريل يرفق أحمد، جبريل يرفق أحمد في رحلة لبى لها المختار، لبى لها المختار في الظلماء. سار معنا نحو العلا، ومحمد ومحمد سار معنا، ومحمد يرقى إلى العليا. محمد يلقى الجمال بفيضه الوسنا. نور بدا، نور بدا في ليلة إسراء، وتعطفت بالنور كل سماء. جبريل، جبريل يرفق أحمد في ليل، يرفق أحمد في رحلة لبى لها المختار، لبى لها المختار في الظلماء. سار معنا، سار معنا نحو العلا، ومحمد سار معنا، سار معنا، ومحمد يلقى الجمال، ومحمد يلقى الجمال بفيضه وثناء. سيدي يا رسول الله، حبيب الله، رسول الله، رضينا يا بني الزهراء، رضينا بحب فيكم يرضي نبينا، رضينا بالنبي لنا إماما، وأنتم آله وبكم رضينا، وبالصبط الحسين، وبالصبط الحسين كذا أخوه، وحيدر ثم زين العابدين، وزينب، وزينب من لها فضل سمين،
آلة أحمد في الطيبين. نصلي عليه كما عودنا الله في مثل تلك الإشراقات، فنقول جميعا صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى أشرقت أنوار محمد واختفت منها البذور، صلى أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور، صلى يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد، يا حبيبي كن شفيعي، يا حبيبي كن شفيعي، كن شفيعي يا محمد، صلى النبي صلوا عليه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، تعلمنا أن أدب الاستئذان إنما جعل من أجل النظر، فقد يقع نظر الإنسان على عورات بيت يزوره، وحتى يكون المزور على استعداد تام للقائك في أحسن صورة. وكان من عادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر أن يرسل غلاما صغيرا له إلى أهله ليكونوا على أتم استعداد لاستقباله. فليتنا نتعلم من هذا الأدب الرفيع حتى في معاملاتنا مع أهلنا. بهذا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الندوة عن أدب الاستئذان بهذه الابتهالات والتي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ كمال أبو عرب، كما استمعنا إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمد عبد الكريم، وإلى كلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، كما استمعنا إلى كلمة من فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل مديرية أوقاف الجيزة، وبحضور قيادات مديرية أوقاف الجيزة يتقدمهم الشيخ محمد حسين قاسم مدير شؤون الإدارات، والدكتور أحمد أبو طالب مسؤول الثقافة والإرشاد، والشيخ محسن السيد مسؤول شؤون القرآن، والشيخ خالد راضي مسؤول شؤون المساجد. حتى نلتقي بكم في لقاء إيماني قادم، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.